يعني يا أخوان، يعني أنا شفتون اليوم من أول ما النائب الفاضل قدم استجوابه قررنا على طول الموافقة بالصعود إلى المنصة. يعني هذه أول خطوة عملتها، لا طلبت أحولها للمحكمة الدستورية ولا طلبت أحولها للتشريعية. يمكن يقول يعني لو أني أحولها أنا يعني بتهرب من الاستجواب، أبدا. أيضا لم يتم تأجيلها ولا طلبت حتى سرية الجلسة. كل هالأمور هذه حاولت أني أقف وأستمع للمستجوب وأفند كلامي بعد شوي إن شاء الله. يعني أنا هذا أعتبرها يعني أول خطوة بالإصلاح السياسي. يعني إذا هذه الخطوة ما تعتبر كخطوة للأمام، خطوة سياسية، إذن وجهة نظره من حقه أن يتكلم ويقول وجهة نظره، ونحترم وجهة نظره، ولكن هم نحن لدينا وجهة نظر ولابد من احترام وجهات النظر.